السلام عليكم. اليوم إذن رانا أمام الجسر العملاق تاع مترو الجزائر، واللي سوف يربط إذن مدينة عين ناجة بمدينة براقي. وهذا الجسر اللي يمتد على طول حوالي 3 أو 4 كيلومترات، وهو أطول جسر في الجزائر العاصمة، وهو من نوع الفيادوك، ما يسمى بالفيادوك. ولاحظ أن المنطقة هذه اللي بقات في هنا ما بقات، يعني مازال ما الأشغال ما انتهت بها. المنطقة هذه سوف تنجز محطة للمترو هنا في هذه المنطقة، واللي سوف تمد المحطة هذه للبارك الجديد اللي راه نايا، راح يكون فيه بارك حول إذن واد الحراش. هذا هو المنطقة تاع البارك اللي راح يكون فيها إذن هذا المحطة تاع المترو، إذن اللي راح تمد لهذا البارك. إذن وهنا نشوف أنه الأشغال اللي بقات هي أشغال تخص محطة للمترو، وكذلك نشوف بأنه الجسر الأشغال انتهت به، الأشغال انتهت بالجسر يعني في حد ذاته، بقات إلا هذه المنطقة اللي رانا نشوفه فيها. وهنا تحت نشوف التهيئة تاع واد الحراش. إذن هذا هو منطقة نتاع المحطة، هي الثانية اللي راح تكون فوق الجسر، فيها محطة على مستوى محطة القطار تاع عين نعجة، فيه محطة للمترو على فوق إذن الجسر هذا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.